هكذا هي حالة أغلب البلديات خلال هذه الأيام الأخيرة التي تسبق الدخول المدرسي في موسمه الجديد. بلدية القبة بالعاصمة واحدة من البلديات التي تسابق الزمن لضمان إنهاء كل الترتيبات من تهيئة داخلية وخارجية مع توفير كل التجهيزات الضرورية. عندنا كما هذه المدرسة أنا متواجدين فيها تكملت الأشغال تاعها بالنسبة 100%، والمدرسة اللي مجاورة راهي في لي روتوش الأخيرة إن شاء الله. يوميا نخرجوا خرجات ميدانية مع رئيس مكلف بالعمران، نديروا تقارير ونرسلوها رئيس بلدية. هو باش يزيد يرونفورسي واش كاين نقائص باش يتكملوا الاشغال اللي فيهم الروطار. بلديه القبه عندها 28 مؤسسه تربويه ابتدائيه. الملاعب كما نقولوا اللي داخله في المؤسسه التربويه عندنا 23 ملعب، وخمسه ملاعب هذوك هما قراب كما هذه المدرسه اللي كنت واجدين فيها. عندها مدرسه اللي هنا اللي قدامها عندها هي كاين كما نقولوا جدار مير ميتوايان بيناتهم، يدخلوا يلعبوا هنايا. حبي يقول قولي 100% هاد المؤسسات التربويه عندها وين تدير الرياضه تاعها. فضلا عن هذه التحضيرات، الجميع يسعى الى وضع التلميذ في اريحيه من حيث التمدرس، توفير الوجبه المدرسيه، وتوزيع المحافظ للمعوزين وغيرها من التحضيرات. محفظة اللي تحت توزع المعوزين كانت تتوزع بعد الدخول المدرسي. هذا عائلة معوزة كانت شرات ديجا واقتنت لوازم المدرسية. مي هذا العام لا، قلنا المحفظة تندار أواخر شهر أوت باش الدخول المدرسي يكون في سبتمبر، يكون التلميذ عنده اللوازم المحفظية. الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ في توزيع الحقائب المدرسية باللوازم ديالها إن شاء الله. يعني رانا في الإجراء الأخير، الأسبوع الجاي إن شاء الله المجلس يصادق على 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 اختيار هذه المؤسسات اللي حازت على تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية. ولاية الجزائر بعثت لنا مذكرة قلنا الحاجيات تاع البلديات في الباقوليات، بعثنا لهم الحاجيات هنا على حساب الصفقة هذه. يعني ما من الممول كان لقى إشكال باش يمولنا، كاين باب واحد آخر وين راح يقدر يجيب الباقوليات هذه من عند الديوان الوطني لتموين بالحبوب. إنجاح الدخول الاجتماعي عامة والدخول المدرسي خاصة هي مهمة الجميع، لا يمكن ضمانها إلا من خلال تكاثف الجهود والتنسيق بين القطاعات.